لا بوصوف كيف المجلس تلقى الخطاب الملكي والمضامين دياله؟ بطبيعة الحال احنا تلقينا هذا الخطاب الملكي بكل فخر واعتزاز، لان اعتبرناه خطاب تاريخي انصف الجالية المغربية كما انصف مجلس الجالية المغربية، لان صاحب الجلالة يعني هو كنعرفوه الاب الراعي للجالية المغربية، وخصص لها نصف خطابه ومدافعا عن حقوقها، لان دائما انا اسميه المحامي الكبير للجالية المغربية. بطبيعة الحال تحدث بصيغة الجمع، فنحن كلنا مسؤولون وكلنا نطرح السؤال على أنفسنا، ماذا نقدم بقدر يعني بمقابل ما تقدمه الجالية في الدفاع عن قضايا الوطنية الكبرى، من على رأسها قضية الصحراء المغربية. إذن الحمد لله هذا الخطاب تقبل بارتياح كبير في صفوف الجالية، ونحن نثمنه، وبطبيعة الحال سنعمل مع مختلف الشركاء من أجل تنزيل المضامين الثمينة الغالية فيما يتعلق يعني بالجالية المغربية. نعم، جلالة الملك أكد على الجهود التي تقوم بها المجلس والمؤسسة الحسن الثاني، ولكن قال على أن كل هذه الجهود هي غير كافية. كيف تنتظرون أو لا كيف تنظرون إلى جعل من العمل ديالكم أكثر فاعلية؟ بطبيعة الحال صاحب الجلالة تحدث عن يعني الحكمة المؤسساتية، وتحدث عن يعني الإطار المؤسسي، فهو أعتقد يدعونا جميعا إلى التكامل وخلق فضاءات مشتركة من أجل العمل يعني في تلبية انتظارات وحاجية الجالية. أعتقد هذا الخطاب الشيء الأساسي اللي فيه أن صاحب الجلالة وضع قضية الجالية في نفس مصاف القضية الوطنية الكبرى. إذن لابد جميع المؤسسات التي تشتغل يعني في ملف الهجرة، منها مجلس الجالية المغربية، مؤسسة الحسن الثاني، بنك العمل، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وزارة الأوقاف، وزارة الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، وزارة التعليم أيضا، والوزارات الأخرى المعنية، أن نشتغل يعني في إطار واحد، يكون هناك تكامل بيننا في ولا يكون هناك تشتت مؤسساتي، وهذا سبق يعني أن تحدث فيه مرارا. إذن أعتقد هذا الخطاب يكون محفز لجميع هذه المؤسسات، وأيضا من أجل تجديد الهياكل. نحن في مجلس الجالية أيضا على أتم الاستعداد أولا للمساهمة في نقاش واسع يعني من أجل تنزيل مضامين الخطاب الملكي، ولكن أيضا للمساهمة في تجديد حتى الهياكل المجلس عبر قانون جديد خص يتم التصويت عليه داخل البرلمان. أعتقد أن الحوار الواسع خص يكون عنده واحد ثلاثة العناصر الأساسية، يكون عنده البعد ديال التشاركية، أن نشارك جميع مغاربة العالم في هذا النقاش حتى نستطيع أن ننصت إلى همومهم وألامهم، ولكن إلى أملهم أيضا، كما أنه يكون فيه بعد مجالي، أن المشاكل تختلف من منطقة إلى أخرى. مشاكل أفريقية ليست مشاكل أوروبا، مشاكل أوروبا ليست مشاكل العالم العربي ولا مشاكل أمريكا. إذن خص يكون هذا الوعد المجالي، إضافة إلى الوعد العرضاني، أن كل المؤسسات، مؤسسات الدولة معنية بهذا النقاش لابد أن تنخرط في هذا النقاش الواسع حتى نصل إلى بلورة سياسة عمومية كما قال جلالة الملك تلبي انتظارات مغاربة العالم. نعم، بالنسبة للمجلس الجالية، في إذا ما كان هناك مشروع قانون في البرلمان، ما هي النقطة التي في نظركم يجب التركيز عليها؟ أعتقد المجلس خص يحتفظ بصفته الاستشارية، يكون دائما فضاء لإنتاج الأفكار وإنتاج الآراء حول السياسات العمومية، لكن ربما يجب أن يزود ببعض الآليات، من بينها الآلية الأساسية التي غائبة اليوم مثلا لدى المجلس، أن الإحالة الذاتية، أن المجلس ممكن أن يحيل عن نفسه مجموعة من الملفات، لأن اليوم المجلس لا يمكن أن يحيل على نفسه ملفات، فقط الملفات التي تحال عليه من الحكومة أو من مؤسسة شرعية. فأعتقد قضية يعني الإحالة الذاتية تبقى أساسية، كذلك قضية التمثيلية الواسعة للجالية المغربية داخل المجلس أيضا لابد أن يعاد فيها النظر، تكون تمثيلية تحترم أيضا البعد المجالي، يعني كل القارات الموجودة فيها مغاربة، علما أن مغاربة العالم موجودة في أكثر من 50 بلد. القضية مثلا بين المرأة، قضية الشبابية، قضية الكفاءات، إذن المجلس لابد أن يضم كل هذه الفئات حتى يصبح مجلس ناجع يعني يتحدث باسم مغاربة العالم، أي تكون له
قوة اقتراحية في البرلمان في المشاريع التي تهم عملنا في الخارج. بطبيعة الحال حتى يكون قوة اقتراحية ناجعة فاعلة لابد أن يضم في صفوفه جميع الفعاليات المغربية الموجودة يعني في العالم، لأن احنا كما قلت لك موجودين في 50 بلد وعندنا أطر عليا، عندنا كفاءات، عندنا شباب، عندنا نساء، عندنا ناس أيضا يشتغلون في مهن مختلفة، فلابد عندنا محامون كبار، فلابد أن نضم جميع هذه الفئات وجميع هذه الفعاليات تكون ممثلة داخل المجلس حتى يستطيع أن يقوم بدوره الأساسي. إذن هذا إطار لجمع تمثيلية ديال عمالنا في الخارج داخل المجلس ديالكم. بطبيعة الحال يجب أن يكون يعني هو يكون يضم كل هذه الفئات حتى يكون أكثر يعني تمثيلية على ما هو عليه اليوم، ليستطيع كما قلت التفكير في القضايا الكبرى ديال الجالية المغربية، ويأتي بأفكار يقدمها للحكومة وللمؤسسات التشريعية لتستطيع أن تبلورها في السياسة العمومية. نعم، جلالة الملك في الخطاب دياله ركز على الاستثمار ديال عمالنا في الخارج. نعم. أي لكم كومبيتونس ديالنا لا بد ان يشاركوا في الاستثمار في بلدهم، لكن هناك ايضا الميثاق ديال الاستثمار اللي تيشير لهذه الطاقات. كيف هو تصور المجلس في هذا الميدان؟ بطبيعة الحال جلالة الملك قال في خطابه ان المغرب في حاجة الى جميع ابنائه سواء داخل المغرب او خارج المغرب، واعتقد الاوراش الكبرى التنموية التي يظهر عليها جلالة الملك يعني لابد ان يساهم فيها مغاربة العالم. الشيء المفرح ان مغاربة العالم على اتم الاستعداد، وهم دائما يقولون على اتم الاستعداد اللي يكون وراء جلالة الملك لتنمية المغرب. بطبيعة الحال ميثاق الاستثمار الآن فيه جانب متخصص بالجالية. جلالة الملك أشار إلى المساطر الإدارية التي يجب أن نعمل على تبسيطها وأن تكون مرنة من أجل أن لا تضيع الوقت للمستثمر المغربي الذي يأتي للاستثمار. يجب أن نوفر ربما بنك للمشاريع حسب المناطق أو حسب الجهات. احنا كنا ندعو إلى توفير بنك للمشاريع في كل الجهات يكون موجه للجالية المغربية حسب الجهات المختلفة. ربما يجب أن نسعى أن يكون هناك ذاك الشباك الوحيد ليسهل عمليات يعني الاستثمار ديال مغاربة العالم، ولكن أيضا يجب أن نجعل من المنتوج المغربي أن مغاربة العالم يسوقون المنتوج المغربي في مختلف قارات العالم، لأن أيضا احنا أكثر من 5 ملايين مغربي. إذا كان هاد 5 ملايين مغربي أصبحوا مستهلكين المنتوج المغربي غادي نكون وصلنا لدرجة يعني من المساهمة في التنمية. إذا أيضا المنتوج المغربي، كما أن القطاع البنكي لابد أن يطور من عرضه. الآن العرض ديالو فقط منحصر في التحويلات المالية والعقار، لابد أن يوسع العرض ليكون أكثر إغراء لجلب يعني استثمارات مغاربة العالم. لهذه الأسباب قال جلالة الملك يجب إنشاء آلية لتتبع هذا الميدان. نعم، الآلية التي تحدث عنها صاحب الجلالة المتعلقة بالكفاءات المغربية، لأن أيضا احنا الآن كاين تنافسية شديدة عبر العالم من أجل استقطاب الكفاءات، وحنا ولله الحمد الكفاءات المغربية عبر العالم دائما مرتبطة بالمغرب قلبا وقالبا، ودائما على أتم الاستعداد للمساهمة، خاصة يعني دعوات أو تعليمات جلالة الملك، ودائما الاستعداد لتنفيذها. إذا الآلية ستسهر على توفير مجموعة من الشروط الموضوعية اللي تخلي هذه الكفاءات ممكن ترجع للبلاد سواء بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة، لأن كاين اللي ما غاديش يرجع ولكن ممكن أن يساهم بصفة مؤقتة كما قلت في إنجاح. الآن احنا عندنا ورش ديال جلالة الملك، ورش كبير، الورش الصحي. إذا نحن في أمس الحاجة الآن لأطقم طبية كثيرة، وحنا عندنا تقريبا قرف فرنسا 7000 طبيب مغربي. إذا هؤلاء الآن مدعوون، وهذه الآلية مدعوة لأن تستقطب هؤلاء للمساهمة في إنجاح هذا الورش الصحي اللي كيصر عليه جلالة الملك شخصيا. إذن إذا طلبنا منكم في أي وقت ستبدأون مع شركائكم مثلا المؤسسة الحسن الثاني أو الوزارة الخارجية في بداية العمل وتنزيل ما جاء به جلالة الملك؟ احنا بدينا من الآن، أولا نشرنا الدراسة اللي قمنا بها حول السياسة العمومية والإطار التشريعي، لأن باش نقولوا ما هي مجموعة من، لأن ليس نقدا بقدر ما هو الآن لنستفيد من العبر كيف نمشي في المستقبل. فاحنا الآن بدينا الآن ونعرض على مختلف الشركاء اللي في الحكومة باش ندخلوا في هذا النقاش الواسع حتى نستطيع نبلورة بصفة تشاركية كما قلنا مجالية تحترم المجال، أيضا تحترم العرض
عمومية، حتى نبلو هذه السياسة عمومية، وحنا الدراسة اللي علنا عليها غادي نشروها مثلا بعد غد، فيها مجموعة من المضامين اللي تكون ربما أدوات للاشتغال على السياسة العمومية المستقبلية إن شاء الله.